أتكلم شوية عن طبيعة ملكوت السماوات بأمثلة برضه. يعني أنا مليت المرة اللي فاتت أمثلة بتخص خلاص الملكوت. أتكلم النهاردة عن أمثلة تخص ملكوت السماوات. كان دايما المسيح يقول إن هو بيكلمهم بأمثلة أسرار. ليه ده؟ لأن ملكوت السماوات بس أسرار. العالم اللي بالبر يفهموش لأنه ملكوت المسيح ملكوت مش منظور للناس هنا، فبيكلموا بأمثال أو بيكلموا بأسرار عشان الناس يفهموه، لكن الناس العاديين مش هيفهموا. من الأمثلة اللي هو ذكرها مكة 13 في 7 أمثال، قال في مثل الزارع اللي بيزرع على 4 أصناف من الأرض، فرد الزارع عليه بيزرع، والمثل ده يوضح ايه؟ يوضح ايه؟ طبيعة ايه؟ الأرض اللي بيترمي عليها دي الزارع، مين الزارع؟ المسيح. الزرع هو كلمة الله، المهم إن الزرع هو الله الآب، الزرع هو كلمة ربنا. والأرض دي لازم تجيب إيه؟ تجيب ثمر، وهو بيسحق في الأرض. يعني إيه الكلام؟ الكلام ده يعني يستحي. مش أنت ساعات تقول أنا بنعرف الإنجيل ما بنفهمش؟ يستحيل تقرا في الإنجيل إلا لازم يقع زرع على قلبك. يستحيل تقرا في الإنجيل إلا لازم يقع زرع على إيه؟ على قلبك. فعين ممكن بيقول ان طير السماء جه اكله، والتاني حرق الشمس ملوش عمر، والتالت الشوك جه ثانوي، والرابع جاب ايه ثمر. مش مهم ده، لكن عاوز اقول ان كلمه ربنا لما تيجي ما بترجعش فاضي، بعد كده تتخطف تتخنق فموضوع تاني. وده يحطنا في موقف خطير ان احنا لازم نسمع كلمه ايه؟ كلمة ربنا. كلمة ربنا لا ترجع تاريخة حتى لو اتخنقت بعد كده، بس المهم لازم نسمع كلمة ربنا. عشان كده هل انت شفت مثلا سر من أسرار الكنيسة السبع ممكن يتم بدون ما تقرا كلمة ربنا؟ واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ يعني الكنيسة لما حطت أسرارها السبع لازم يتقرا مثلا المعمودية والميروم يتقرا الإنجيل، مثلا سر مسحة المرضى لازم يتقرا إنجيل، مثلا قداس لازم يتقرا إيه؟ إنجيل، مثلا إقليم لازم إنجيل. مش ممكن يكون في سر من أسرار الكنيسة من غير ما تتقرا كلمة ربنا. طبعا قراية الإنجيل بالذات في وسط الأسرار، في أسرار الكنيسة، هي حلول الله. لأن الكلام ده كلام صعب يعني شوية، الناس ما توافقش، لكن حقيقة هو حلول الله. عشان كده الكاتب عشان الناس يقول قصة تخوف من الإله من قصة السماء، فهو مش تمثيلي، يعني هو مش واقفين منين. يعني هما يعطوا احترام الخوف، الخوف واحترام لإيه؟ ولازم لوجود ربنا ولا ليه يعني؟ فقراية الإنجيل في الأسرار بالذات غير قراية كمان في البيت. وعشان كده تستعجبني إن أحيانا ناس كتير اتغيرت حياتهم من سماع الإنجيل في الكنيسة. هو بيسمع الإنجيل كده في الكنيسة بيخبط شوية. مش عشان الشماس قراه كويس او كان حس كويس، لا، قرايه الانجيل، قرايه الانجيل في الكنيسه هي حضور الله. عشان كده ده قصه وتخوف الاله من كتر سماع الايه؟ الانجيل. طبعا في طوائف ثانيه الناس دعوا فيها تقول ان كل قرايه للانجيل حضور لربنا زي البلانيس، لكن انا مش هتكلم على كده، انا بتكلم على اسرار الكنيسه. اقري كلمة ربنا تجي تستخدم بذرة الزرع. يعني مش ممكن
زي ما احنا المثل بيجيب العيب على الارض اللي فيها، في ارض بتطلع ثمر وارض وحشه ما بتطلعش، كمان مفيش ارض كويسه هتطلع شجره من غير بذره، فممكن يكون في ارض كويسه لكن ما تقراش كلمه ربنا فمش هتطلع ثمر. يبقى لازم في قرايه كلمه ايه؟ ربنا. ويكفي جدا ان اول مزمور في المزامير 151 او 152 يقول كده في ناموسي، يعني في كتاب المقدس، يعني يلهج نهارا وايه وليلا. اول مزمور، يعني اول درس اتعلميه في المزامير في ناموسي يلهج نهارا وايه وليلا. يبقى المفروض تقري كتاب المقدس ايه بقى، اذا كان هو البذره اللي هتجيب الخير في حياتك، اذا كان من غيره مش هيجي الخير حتى لو تكون ارض كده. طبعا طبيعة الأرض، المثل ده بيتكلم عن طبيعة الأرض اللي هي بتقرا الكلمة فاهمش، يعني أنا هسيب لك أنت تفكري إزاي الأرض دي لازم تكون نظيفة من الحجر ومن الشوك، وعاوزك تكون واعية. شوف قد إيه ساعة كلمة ربنا ما بتيجي لقلبك وبتتأثري بيها، قد إيه الشيطان بيجيك ويبقى عاوز يخنقها، بقى عاوز يخطفها. ده كلام المسيح قصده من كده، وعاوز يحرقها. قد ايه لازم لما داوود النبي يقول ايه؟ يقول ايه عن كلام ربنا؟ يقول صدقت كلامك ليه؟ بقلبي، يعني الكلام يترى له الى ملك اسماعيل. تعمل فيه ايه؟ تخبيه. تخبي ايه؟ وانت بتخبي غير الحاجه الغاليه، حاجه غاليه قوي في المختار تخبيها. لقيت ايه؟ فعاوز كده وانت بتقرا كلمة ربنا ساعة ما الآية كده تسأل اللي بتكتب، ولما تلاقي آية تنسى حياتك ما تسيبهاش، فكروا فيها كتير، عملي فيها كتير وتعيشيها. ملكوت السماء في طبيعته إن في عدو. إيه عدو؟ تكلم عن ملكوت ربنا ولا تتكلم على العدو؟ قال هو كده تزرع زرعة حلوة ويجي في نصف الليل ويجي العدو زرع ايه زوان، حاجة عجيبة جدا، حاجة عجيبة. ملكوت ربنا يزرع مننا والشيطان يجي رامي ايه زوان. فخليكي واعية لان الشيطان هيرمي دايما ايه زوان. صحيح ده ساعات احنا من كتر اللخبطة نبتدي الامثال بتاعت العالم تبقى هي المبرر بتاعتنا، تتلخبط في كلام ربنا. فبيترمي جوانا في ملكوت ربنا. المثل ده حلو قوي، حلو جدا. قالوا له طب نعمل ايه في الزوان؟ لا الدور لا الصور، سيبوا الزوان يطلع في الكنيسه، دعوهما ينميان النعم. لو تقلعوا الزوان هتقلعوا معاه الايه؟ الحنطه. الاثنين اكاد الشجره بتاعتهم شكلها ايه؟ زي بعض. فاوعوا تقلعوا الزوان عشان تقلعوا معاه دعوهم عينيان سوا. طب مين يقلع الزوان؟ قال سيبوا ربنا في الاخر هو يشيل الزوان ويسيب الحق. يعني ايه المثل ده؟ مفيش دعوه تديني غيرك جوه الكنيسه، مفيش دعوه تديني غيرك ولا تقول فلانه دي هي كذا وبتاع ودي زوان وانا حنطه حاجات. انت بقول لك ربنا بيقول في ملكوت السماء كل واحد يهتم بنفسه، ما تشيليش الزوان، ما تقعديش تجيلي سيره الكنيسه، كلمني خليك في نفسك انت شيل الشجره في الاخر الزوان يطلع. انما في عالم انتشار ملكوت الله وقع اتكلم عليه بطرق لطيفه خالص. اتكلم عليه حبه الكربل وهي اصغر في البخور. يا سلام لما المسيحيه تنتشر كده بتبقى حاجه بسيطه خالص، تعجبه جدا. ممكن احنا بنفتكر ان ربنا ممكن يعمل في الكنيسة عن طريق ناس عظام، أبداً ممكن عن طريق ناس عظام، أبداً ممكن عن طريق أطفال. مين اللي أكل الـ5000؟ شفت؟ طب مين اللي كان هيضيع الأكل منهم؟ شفت التلاميذ؟ التلاميذ اللي راحوا قالوا المسيح مش ممكن، عاوزين 200 دينار. طب مين اللي أدى العيش للمسيح وقال له أكل الـ5000؟ شفت؟ خلاص يتم في الكنيسه في وسط التعين. هو ده ملكوت ربنا. سميرة فما تتاكد. انا بقول كده، هو لو واحد بنى نفسه في
الكنيسة ممكن يخدم الكنيسة كلها، ممكن يبقى خميرة بثلاث أشكال بسيط، ممكن يكون حبة خرد. كمان المسيح اتكلم على إن إحنا ما ندمش الناس ونسيبهم لغاية اليوم الأخير، لما قال على ملكوت السماوات شفقة مفتوحة وبيطلع منها سنة كويس وسنة سنة وحش وسنة وحش. وبعدين قال طلعوهم على البر ويبتدوا يجمعوا من جياتي أو عيات فسيبوهم لما طلعوا على البر، على البر يعني لما نوصل فوق السنة. من أروع الحاجات اللي اتكلم فيها من كتاب الإنجيل متى عن ملكوت السماوات مثل الكنز المخفي وتاجر اللقالق. دول مسلمين سليمين خالص. تاجر اللقالق ده واحد بيدور بيفهم في الألماس، بيفهم في الجواهر الغالية، فتلاقيه كده له نظرة خاصة. تاجر بتاع اللقالق يشوف لو لقى غالي في الثمن يروح لكل اللقالق اللي عنده يروح بيعها. يقول الراجل ده عمال يبيع 500 لقلقة عنده ولا 500 فص الماس عنده عمال يلحم يلحم يلحم. أصل في لقلقة غالية في الايه؟ الثمن. فهو فهم هو كل واحد يفهم فاللقلق اللي غالي في الثمن فهو راح باع كل حاجة واشترى اللقلقة. أو مثل ثاني بيقول المسيح كنز مصر. فملكوت السماء كنز ايه؟ كنز ايه يا ولاد؟ مصر يعني ايه مصر؟ مش فاهم؟ يعني لسه تلاقي واحد ماشي ورا المسيح عادي، يقول له اخويا ده ماشي ورا ايه؟ انت مش شايف حاجة، أصل كنز ايه؟ مصر. ممكن يكون نقش في الإنجيل في كلمة ربنا، ممكن يكون نقش في الأسرار، ممكن يكون نقش في حياة القديسين. عجيب هو الله في القديسين، سبح الله في القديسين. ملكوت الله في الواقع كنز مصر وموجود تحت. شتت الطرق تشتري الايه؟ الحق ده عشان يقع في ملكيته، لكن ما اشتريتوش الحق وتمت ايه؟ سطحيه. ومصر يا ترى انت حياتك بتخش للعمق وتشوف الحاجات النفسيه بتاعت المسيح في اسرار ولا حياتك من بره بس. فالمثل حلو جدا، وارد ان ملكوت السماوات مش الحاجات الظاهره، مش البنايه الفاخره الكنيسه، لكن في نفس المستقبل حاجات تبقى حلوه. من طبيعه ملكوت السماوات حساس جدا، حساس جدا في عدد، حساس جدا. قال كل مملكه تنقسم على ذاتها ايه؟ فخر. من اخطر زي الاتباع ما هو مثلا الكبرياء مجرد الكنيسة، من أخطر ما يهدد ملكوت ربنا الانفصال. لدرجة إن الكنيسة لما جه يتكلم في الموضوع ده كان حد يوضحنا ويحرك يعني مشاعرنا عشان يقول لنا حسوا بقى ده الشيطان ما بينقشنش على نفسه. كل مملكة تنقسم على ذاتها ايه؟ تفرق. فموقف التورم ايه؟ ممكن الكنيسة تقع فيه. يعني مثلا اذا كنا احنا نتكلم عن محبة كتير خدوا بقى الحاجة الأنسي بقى الانقسام. إذا كان الانقسام في الشخصية نفسيا، إن كان شخصيتك منقسمة تتفرق يعني إذا كنت شوية مع هنا وشوية مع هنا تبص لقيت شخصيتك منقسمة على بعض نفسيا. ويقولوا فيه ويقولوا فلان ده نفسيته تعبانة عنده انفصام في شخصيته. ده خلاص انفصام في شخصيته. ده يعني ما يتعالجش أو موضوع صعب جدا. من أصعب الأمراض النفسية يقول لك عنده انفصام في شخصيته. أو خدمة تنقسم على أي خدمة. أنا أعرف يعني خدمات كانت عظيمة جدا 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 جدا. وبعدين في مصر وبعدين حصل كان في جماعة كبيرة أول ما جه الانقسام توقف. كده تفتكر بقى كلام المسيح من الطوبة اللي صنع الايه؟
أبناء الله تعالى أبناء الملك. وبص لما تلاقي الإنسان يجي حاول تعمل سلام مش حاول الدين تعمل الإنسان. الإنسان يعني معناه إن العمل بتاع ربنا انتهى. عشان كده لما تصلي أبانا عايزة بتقول إيه؟ تقول لها صيغة الجمع ولا المفرد؟ الجمع ينفع تقول لها صيغة المفرد؟ ينفع مثلا الصف ده يقول لا ده أبانا وده يقول لا ده أبانا؟ لا ده أب واحد من إيه؟ الصف مفيش أب ممكن يتقسم على نفسه. الإنقسام وحش أوي. المسيح ربطنا بالشيطان في فعل لما يقارننا بنا مش يقارننا تقول إيه؟ يدينا المثل ان الشيطان ما ينقسمش على نفسه. الشيطان ليه ثلاثة مثلا؟ ان كان الكنيسه في القرون اللي فاتت انقسمت انقسامات عنيفه في طوائف في بلوه حلت الكنيسه. واذا كانت الكنيسه الواحده بتنقسم في حاجات كثيره ثانيه الكنيسه الواحده فدي بلوه ثانيه. فالانقسام ده في ملكوت ربنا خطير جدا. تقولوا لي طب نابولس ومين؟ ومرقس ثلاثة. ايه الاختلاف شيء ولا ما كانش اختلاف؟ ما انقسموش في ملكوت ربنا. واخدها ازاي؟ مش عشان زواجهم. لكن ده لا احنا نسكن هنا يتقال نسكن هنا. خلاص كل واحد فيها رأي يسكن في الحتة دي ويسكن في الحتة دي. لكن ما يوصلش ان هم يبقوا يخبطوا في بعض ويحاربوا بعض. حرب بعض يعني في الجهات الموجودة يعني حاجة وحشة حقيقة. من الأمثلة اللي قالها المسيح كمان في إنجيل معلمنا لوقا الانقسام في ملكوت السماوات في لوقا 11 آية 16 26 معرفش ليه أنا بنسى أقول السؤال. وده في لوقا وفي مرقس مرقس 4 من أمثال ملكوت السماوات بطبيعته إنه ملكوت ربنا. ملكوت السماء ملكوت مين؟ ملكوت مين يا ولد؟ ملكوت مين؟ ملكوت ربنا؟ يبقى لازم ان احنا نكون على صلة بمين؟ ربنا. يبقى أكثر حاجة في ملكوت ربنا هي الايه؟ الصلاة. عشان كده لوقا 18 ضرب المسيح مثلين خطيرين جدا بالايه؟ بالصلاة. المثل الأولاني بتاع صلوا كل حين ولا تملوا. المثل بتاع من منكم إذا جاء ايه؟ صديقه وقال له صديق نصف الليل وقال له اطردني خمس أرجفة يقول له من أجل لجأت أمي ويبكي. المثل الثاني في لوقا 18 بتاع أبي الظالم. الأب ظالم يقول ده أبي ظالم والست جت تقول له انصفني قال لها روحي مش منصفك ولا حافظك في الهجرة روحي مش منصفك فتنتها تقول له انصفني صفني. قال لها انت تلقيني بكلامك يلا ما صفني. ده الراجل الظالم بيعمل كده. اخلى يوسف قال لها مختارين اختار فيك ليه؟ ليه ينهار؟ ينفع ملكوت ربنا من غير الصلاه؟ كان كل حاجه كويسه في ملكوت ربنا ما عدا الصلاه. ليه ما فيش حاجه كويسه؟ يبقى الصلاه كل حين الصلاه بدون ايه ملك. مره قال صلى كل حين مره قال صلى ولا تموت. مظبوط يا إمام الثلاثة؟ مظبوط. فالصلاة موضوع مهم جدا جدا في ملكوت ربنا. ولما تشوف الآباء القديسين كانوا دايما مهتمين بالإيه؟ إن يكون لهم صلاة. ويقولوا كده إن كنت تملك كل القضايا تعملها بس بدون صلاة أعرف إن هي من غير عقل. يعني مفيش فضيلة في السنة بدون إيه؟ بدون صلاة. اللي قبيلة الحسنة دون صلاة تضيع بسرعة كثير منها. ما هاش أساس أنا آخر بنت اكتشفت تفسير قبيلة وداع شوية بس من غير صلاة تبطل بعد شوية أخرى. مين هرب تبتاع حروسي يرفع صلاة؟ من المهم جدا في ملكوت ربنا اللي هي الصلاة. أنا بتكلم على فكرة التواضع الاستطاعة يعني ده مهم جدا. ومثل الفريسي والعشار ده ما يبصش في غيره بس لنفسه. اتكلمنا النهارده عن الانقسام في ملكوت ربنا. اتكلمنا عن الصلاه هو حجر الاساس. الرحمه مهمه جدا وضرب المسيح حته مثل في الرحمه. يا سلام روعه. مين عارف المثل في الرحمه؟
مثل استعمال الصبر، والمثل ده لطفته وقوته ان في اختلاف في الجنس والدين الاثنين مع بعض. يعني الرجل اللي ساعد ده مختلف معاه في الدين ومختلف معاه في الايه؟ في الجنس. واخد بالك في الحته دي؟ يعني هو سامري وده يهود، يبقى الجنسيه ايه؟ مختلفه. يعني واحد انجليزي وواحد مصري عربي مثلا، وبعدين في الدين واحد يهودي وواحد سامري، او واحد مسيحي وواحد مصري. فالمثل جماله ان هو في اختلاف في الايه؟ في الدين وفي الايه؟ وفي الدين. فالرحمة هنا الناس بتقول ان السمير الصالح هو المصري، هو المصري، والبرهامين هم العهد القديم والجديد مثلا، والزيت هو مسحق النيرون، وايه تاني؟ وهو جاي عشان يعمل رحمة، والراجل بتاع العهد القديم ما قدرش يعمل الرحمة دي لأن العهد القديم ناقص. يعني شوف، مش العهد القديم مليان وصايا حلوة، لكن ما عرفش يسعف راجل ايه مجروح. يعني العهد القديم حلو حلو، لكن يقف قدام رحمة المسيح. رحمة المسيح دي بقى ملهاش حدود، انليمتد. شوفوا بقى، شوفوا كلام يسوع الحلو. مش بقول لك بقى اتقي شر الاحسان ليه مثلا، لما تعمل حسنة اتقي شر اللي تحسن لأن هيخطر فيك بعد كده. لا، انت بتعمل الاحسان لأن تبعت بقى الطبيعة الرحيمة، طبيعة العهد. حلو أوي المثل. هو حط في الفندق وشاله وركبه على الجبهة بتاعته، وقال للراجل تفاعل الدرهمين، وقال له اهتم بيه، انت ناقص حاجة أنا أجي أكملك. يا ريت أنت تبقي سمير صالح في الدنيا، أحسن ما تبقي كاهن ولا لاوي. ساعات تسأل البنات يقولوا احنا ليه ما نبقاش أسس ولا ملقى شمامسة في الكنيسة؟ طبعا السمير الصالح طلع أحسن من الاثنين، طلع أحسن من الكاهن وأحسن من اللاوي، مش كده؟ فالرحمة عجيبة جدا. يقول الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل ايه؟ والرحمة تفتخر في الحكم. يعني في اليوم الأخراني الرحمة تبقى ايه؟ حلوة جديدة جدا. فمثل سمير الصالح مثل من الأمثلة الحلوة أوي في لقى 10. في أمثلة حوشها المسيح مرة واحدة كده، وديت لو تاخد بالك إن هي بتتقرا كتير في الأسبوع الأولاني، وساعات يبتدوها بلحن المزمور بتاع بطرسرونس. بطرسرونس يعني كرسيك يا الله، كرسيك يعني عرشك، يعني عرش، كرسي يعني عرش، كرسي يعني كرسي. يعني احنا نقول وقف امامك الملائكه ورؤساء الملائكه والرؤساء والايه؟ الكرات. الكرات يعني العروس، يعني اصحاب العروس. يعني نقول بطرسرونس يعني أول المسيح ما يجلس على العرش بتاعه، يعني فيه بينونة. والعجيب جدا يا سلام، العالم كله أولاد بدرس مصر المسيح اليهودي يآمن إن المسيح هو اللي هيديه الإيه؟ العالم. أنا عندي كتاب كنت اشتريته من المكتبة بتاعة تخلوص، مكتوب كده مجيء المسيح الثاني وبينونته للعالم وقتله للدجال. وبيأكد بأدلة إن لازم المسيح إيه؟ أمر. وكمان اليهود مستنيين المسيح إيه؟ هيجي يملك ويدين إيه؟ العالم، مش كده؟ وإحنا بنقول المسيح بتاعنا هو هيجي تاني ويدين العالم. فالأمثلة بقى اللي تتابع المسيح ده لما تتقرا في أسبوع الإعلام تخلي جسم الواحد الأشعر بقى. يقول لك كده مثلا، وهما بيقولوا لحم كرونيك ده، يقولوا مثلا العذارى الحكيمات دي، لا مش بيقولوها ساعتها، بيقولوا مثل الوزنات، الوزنات سلم ده، وزنة، وزنتين، وإيه؟ وخمسة. أبو وزنتين ده وزنتين، أبو خمسة ده خمسة، أبو وزنة راح تمر، وبعدين واقف بقى قدام المسيح، وشوف البواقة بتاعته، يقول له ليه تمرت الوزنة؟ يرد يقول إيه تفتكر؟ رد يقول له لأني عرفت إنك إيه؟
فاشي وهتطلب العين اللي انا ما عرفتوش. فانا قلت اخوف على فلوس. قال له منين عرفت ان انا قاسي؟ عرفت ان المسيح قاسي يا راجل انت. كمان يعني تهمته للمسيح انه يتهم ان هو قاسي. فالمسيح بيتكلم بيقول كل واحد فيكم له وزنين، فلازم يتاجر في الوزنات دي عشان ياخد. ويوميها في الفكره دي واحد اسمه اشعث في ساعه الايه؟ الكنيسه مسؤول لحم في كسترون الطويل ده. وبعدين يقولوا هيقولوا ايه؟ اللحم ده اتغير ايه؟ لحم المزامير دايما لحم واحد. يقول اصل دلوقتي ده خلاص بينونه في هذا العالم قد اكل الصليب اخر. لما الصليب قرب يقول الان بينونه في هذا العالم. ده مثل الوزن. مثل يمين فكرني تاني. هيوقف نفسه 25 بتاع العذارى الحكيمات وليه؟ جاهلات. وبقى المسيح اللطيف اللطيف جدا 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 اللي ما عرفنا عنه في حياتنا غير اللطف والتسامح والرأفة وطول الأناة، ابتدينا نقول تعالوا ابعدوا عني يا ملاعين. يسمع مثلا كلام زي كده. فمتى 25 يقول لك واغلق الباب. وقعدوا يصرخوا يقول ربنا ربنا افتح لنا. ما عرفكمش. يلا مش من هنا. وبعدين اكد الخراف عن اليمين والجداء حطهم عن اليمين عن اليسار. قال لهم تعالوا. قالوا له ايه هتعمل ايه؟ الامام المحاكمه. قالوا له ايه القانون اللي انت هتحكم بيه؟ ولازم كل قاضي يكون عنده قانون. قال القانون اللي هحكم بيه اسمه قانون الرحمه. قانون الرحمه طب ارحمنا. قال لا هرحم اللي عمله رحمه. نفع الجنود احد قوات الاسرار الصديقه دي فتح. تعال انا كنت عريان كسفني. قول له انت كنت عريان ولا ما كنت سعيد؟ كنت عطشان؟ كنت مسجون؟ كنت قول تعالوا رسم معاد الملك المعد لكم. وبعدين يقول الثاني ابعدوا عني يا ملاعين. يقولوا له ليه؟ يقول كنت عريان ما تسألتنيش، كنت عطشان ما تسألتنيش، كنت مريض ما جبتنيش. فأعمال الرحمة هي طبيعة الحياة المسيحية. فكل واحد يعمل رحمة ويعمل زيت ينفعه ساعة المسيح ما يجي، واللي يعمل رحمة أيضا ينفعه إيه؟ ساعة المسيح ما يجي له. من الأمثلة اللي بتتقال كمان في الأسبوع ده مين يفكرني مثلا إيه؟ إنسان ملك صنع عرس الإيه؟ لابنه، فالملك هو الإيه؟ أصل العرس أصله كان قرب. المسيح ليه كان يقول عشان عرس نفسه؟ أصل العرس كان هيتم فين؟ مين عارف؟ على الصليب على فكرة. يعني حفلة الزفاف تمت على الصليب، مش واخد بالك من الحكاية دي. يعني العروس اتقابلت مع العريس فين؟ على الصليب. هو وده المهر بتاعه اللي هو دمه. ده دمه وخطبها ليه بالصليب. حتى سليمان بقى الحكيم في نشيد الانشاد يقول ايه؟ يا بنات اخشبين اخرجنا لتنظرنا الملك سليمان في يوم عرسه ويوم فرح امه. من امه فرحان. هو بيتكلم بقى عن ان الاكليل اللي حطيت امه على راسه، هو اكليل الشوك حطيت امه الدوله اليهوديه. فالعرس كان فانسان الملك صنع عرس الايه؟ لابنه. وراح يدعى المدعوين. فرجوا بقى المدعوين عملوا إلا قال أنا إيه عندي كذا جاي، واللي قال أنا عندي كذا جاي، واللي قال أنا عندي كذا جاي. وحجج سخيفة وذمها تقيل كلها على بعضيها. اللي يقول أنا اشتريت كام جوز بقر بجربهم، اشتريت حق ورايح منظره، واتجوزت مش عارف إيه، مش فاضي الليلة. قال له نصيح ده؟ قال له مش فاضي. لا نصيح ده أيام نوح، أيام الطوفان. زي أيام يزور عملاقة امرأة فلوس. ده من أمثلة الدينونة. إن واحد يأجل إيه؟ ساعة ويجيلي. فأنت لما يجيلي ساعة والليلة كده يقابل رئيس الجمهورية يقول طب بلاش الليلة مش فاضية. مش فاضية النهاردة ورايا ما أعرفش طبيخ ولا ورايا غسيل ولا إيه. مش فاضية بلاش أقابل رئيس الجمهورية النهاردة. يقبل هذا العصر. تفاهة. فايه الاعذار اللي احنا بنديها للمسيح؟ اعذار خفيفه وتافهه
وحشة، وبالتالي ان احنا ما عندناش يعني حساسية لطيفة لمحبة ربنا كده. قول لها ليه عندي سنة استجواز بقى رايح اجربها، قال دي تمنعني عن ان انا اقابل نفسي. وبعدين عمل قال طب روح، هما ايه فاكرين الناس دول؟ قال روحهم نادوا العرض والقطع وقالوا لهم تعالى خشوا الملكوت بتاعي وخلاص مش لازم الناس التانيين. ففتح الباب على المستعد، فحسيت انه فجأة خطيرة، هتلاقي ناس دخلوا السنة ما كنتيش ابدا تتوقع ان يخشوا السنة، وبص تلاقي ناس سنة في الصفوف الأولى يمكن في الكنيسة مش جوه. حاجات هتبقى مرعبة ورهيبة جدا جدا. فنادى الناس الوحشين دخلهم وبعدين لقى واحد معلوش ثياب الايه؟ العرض. قال له تعالى يا صاحبي. قال له انت دخلت ازاي؟ معلوش ثياب العرض. قال له لقيت الناس بتخش، قلت اخش. قال له لا بقى انا فتحت الباب كده وسبت كل واحد يخش. خش انت من غير لباس العرض. طبعا لباس العرض هو ايه؟ معمودية. انا فتحت الباب للجرع والارض والاحقر منك بالمعمودية وبالايمان. فانت داخل من غير معمودية وايمان اطلع بره. اطلعوه في الظلمة مين؟ مين امثلة للتجارة القديمة؟ اسبوع الاعلام. اسبوع الاعلام لها امثلة، لها طابع معين امثلة كلها بتتكلم عن مين؟ عن الحق بتاعك. المهم نفسي في اسم يسوع ان انت ايه؟ احنا قسمنا الامثال لصنفين، امثال تختص بخلاص النفس اتكلمنا عن المرصد، وامثال تختص بطبيعه الملكوت زي الانقسام الحاجات دي، وامثال بالنسبه للمحاكمه الاخيره دي اللي بتتقال في اسبوع الايه؟ الاعلام. هيك عماله تسمعها على طول كلها ورا بعض. يا ريت انت بقى تاخد كده بسرعه كده تكون شاطره في نعمه يسوع، تاخد الاناجيل كده قرر فر بسرعة وطلع الأمثال دي. لماذا كان يخجل معذره بولس الرسول لأنه روماني؟ لأن القانون الروماني ما يسمحش لواحد يتحاكم إلا في روما. كان قيصر طبق عليه القانون الروماني. يعني مش من حقهم يجلدوا واحد روماني، يجلدوا واحد مش روماني معلش، لكن يجلدوا واحد روماني لا. قال الرب اجلس عن يميني. قال الرب لربي اجلس عن ايه؟ عن يميني. فطبعا الاب قال للاب، فدي ايه من الايات اللي تحير عند اليهود مش فاهمينها ونحن فاهمينها، فعشان كده المسيح كان بيحيرهم ويقول لهم ايه معنى الايه دي. وواحده بتتكلم عن الطوائف الثانيه مش هتخش في السنه عشان خاطر يعني هم مش هتخش. لا يعني بص احنا نتمسك بتعليم المسيح التعليم الثاني، لأن يعني احنا ربنا نور لنا دي الستة والثمانية. غيرنا مش عاوز ينفس الأستاذ وينفس الأستاذ على الأستاذ، هو حر ربنا يجيب أحسن مننا. أنا ليه أقول لا؟ لكن عاوز أقول إيه؟ هو بيؤمن بالحاجات الأساسية بالتثليث والتوحيد ومحبة ربنا والخلاص والخداع، لكن الكنيسة بتاعتنا مش بس بتآمن يا أولاد، وكمان المسيح رسم الستة اللي تمشي فيه عشان ما تكونيش. فانت ماشي في سكه مظبوط مش هتتوه. ما هي المبادئ الرئيسيه التي ندرس بها ديانه المسيح؟ نحن نتكلم عن امثال المسيح. المره الجايه هنتكلم عن تعاليم المسيح. كل من الباب الضيق، ما معنى هذا؟ الباب الضيق اللي هو تعاليم المسيح اللي هي قدام الناس في الثاني ايه؟ صعبه، لكن هي توصل. إذا كان لباس الأرض هو المعمودية أنا المقصير من لم يتعمد، أنا مش دعوة ماليش ليش، أنا مش ربنا. ربنا قال من لم يولد من الماء والروح لم يدخل إيه؟ ملكوت السماوات. هو قال كده أنا مالي أنا، المفروض هو عاوز يدخل ناس من غير معمودية السماء ما يدخلها، لكن هو قال أنا مش هدخل، قال لازم تتعمد عشان تخش ملكوت السماوات. قلت له حاضر هتعمد. في واحد قال لا ربنا هيدخلني من غير اعمال، هو حر فيها ريسك يعني يمكن او يمكن لا معرفش، هو صاحب الشحن فملكوت. لكن الكنيسه بتاعتنا لازم تنفذ كلام المسيح. لماذا لم في صعوبه لم يذكر صعوبه عثراء الانجيل؟ الانجيل يعني البشاره المفرحه الخاصه بالمسيح. فالانجيل ما اتكلمش عن العذراء، خلي بالك خالص.
اتكلم على عبرة بس حملتها للمسيح. المسيح ما اتكلمش على العبرة ولا على الرسل ولا على حاجة أبدا أبدا. يعني كل كلام المسيح حتى هو بيتكلم على العبرة كان بيتكلم على العبرة وهي بتحبل بالمسيح بطولة المسيح حتى كده. فالإنجيل هو كتاب الخلاص بالمسيح بشارة المسيح. بعد كده التقليد الكنسي بقى قال لنا تاريخ الرسل وتاريخ العبرة وقال لنا تاريخ الكنيسة الأولى قال لنا كل حاجات كتير خالص. عشان كده احنا ما نقدرش نؤمن بالإنجيل لوحده، لأن مين يعرفني؟ مين سلمنا الإنجيل؟ اللي سلمنا الإنجيل هو اللي سلمنا التقليد. يعني الراجل القديس الرسول اللي سلمني الإنجيل هو اللي علم العبرة صعبة. ازاي انا مصدق الإنجيل؟ ده صدق كلامي؟ بس دي ما كتبهاش في الإنجيل، لأن الإنجيل خاص بيه. ميلاد المسيح وموته وصلبه قيامته وصعوده للصليب. يعني ده الخلاص بتاع البشرية. أظن بعد كده في سؤال بقى، لماذا تصلي الكنيسة من أجل المنتقدين لكي ينجح الرب نفوسهم؟ وهل بعد أن يموت الإنسان تنفع صلاة الكنيسة من أجله؟ طبعا اذا كان الانسان ده مات مش مؤمن بربنا او بعيد عن ربنا مش هتنفع الصلاه. لكن انا رايي ان كل الناس يعني او اغلب الناس بتموت قريبا من ربنا. تقولوا لي ازاي؟ هل كده ما تعرفش؟ انا شفت كده يعني. شفت ان حتى ناس تعاتب وبعاد عن ربنا لكن حتى في لحظاتهم الاخيره يقولوا يا رب سامحنا وده قريبين خالص. ولازم المسيح لما حط مثل الرزق كان قصده حاجه كده. فاحنا ليه هنودي ناس تمشي؟ انا كويسين وخلاص. مش هيعرف اللي في قلبي اي واحد. انا مره شاب صغير جاي اعترف عندي وقال لي انا قتلت اثنين. قتلهم اثنين ذبحهم وجاي اعترف. لا مش عارف هو يشوفه بيصلي في الكنيسه كل حاجه. يا ربنا اللي عارف اللي في القلب. يعني مش ممكن كان ياخد بالي ان الولد ده هو انه قتل ابنه. فاللي انا عايز اقوله ان محدش يعرف ان اسرار الناس احنا بنصلي. فالمفروض ان هم يكونوا كويسين. لو هم كويسين هم اعضاء في جسم الايه؟ المسيح. لو هم اعضاء في جسم المسيح هو بيحس باحساساتنا واحنا بنحس بايه؟ احساساتنا زي الدراع الشمال والدراع الايه؟ احنا بنصلي لما هم بيصلوا. بشكل ضروري ممكن. اللي يعرف يقول رئيس وقتيب بني النزع معاهم مجانب مليانة بخور الذي هو الصلوات الايه؟ التكسير. يعني بتوع عمالين ياخدوا الصلاة ويطلعوا فوق وبعدين هم بيصلوا الايه؟ للي على الارض. يعني حاجات كتيرة خالص خالص كتير. بس مش وقت يعني. في المثال في رسالة بولس الرسول في المثال بيقول له عن بيت انسيفوروس ليعطيه الرب ان يجد رحمة من ذلك اليوم. يعني بيجعل انسيفوروس اللي مات لانه ارحمني في سلسلتي. يعني انسيفوروس ده عمل خير في بولس فبيدعي له بعد ما مات يقول له ربنا يديله رحمه في ذلك اليوم. في ذلك اليوم. انا اعرف واحد صاحب ليا كانت امه ماتت. بعدين ايه؟ هو زي ما تقول ايه؟ هو يعني كان شويه كده يعني متدين. فقالوا لامك يعني قالوا معلش انا هروح ايه؟ كان اسبوع يعني اروح صلي وراح الدير هقعد اسبوع وبعدين لما يحصل شبعان هو لما جه بعد كده قالوا لي امك مات فايه قال يا ولد عليك يا ولد برضه كنت قعدت معاها يعني اسبوع اللي انا رحت لازم تروح الدير اللي كنت رحت فتم ايه متضايق الشباب لغايه لما مامتي جت الحاجة قالت لي انت متضايق ما بتعمليش ادابيك ليه؟ فهو فهم كده قال انا ما قدرتش اختمها وحتى لو كنت هعملها ايه؟ تطور عمرها فيها؟ ما كنتش هعملها حاجه، لكن هو النهارده انا فعلا اقدر اكتمها ان انا اعملها ادبيه. اعملها ادبيه واذكرها في الادبيه هي تبقى بخدم امي احسن ما انا اقعد الشيطان يقعد يعزي يقول ما عملتش حاجه، هو كان هيعمل يعني دكتور امي كان هيعملها ايه؟ لكن هو الشيطان يعني عكس في الحته دي فامه جات له وقالت له اعمل لي ادبيه وانت تستريح وانا استريح. كلام المسجد.